3 2 1 جو، ورجعنا تاني بعد غياب فترة طويلة، ممكن تكون شهرين ممكن تكون ثلاثة. فقررت ان انا لما ارجع بحاجة هتعرف الناس انا كنت بتكلم قبل كده عن ايه، بالاخص في عالم الجيمينج، وحصلنا على ايه في خلال برضو نفس الفترة. فاتمنى مشاركة الفيديو عشان الكل يستفيد، واتمنى نوصل 300 لايك، ومتنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. يلا اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان. وفي الفيديو ده ان شاء الله مش هنقول من سلسلة اروع الالعاب الاوريجينال الاوفيشال المجانية، ولكن هنتكلم عنها ان شاء الله، وهنشوف ايه الثروة اللي حصلنا عليها طبعا في الفترة اللي فاتت. ولكن تعالوا كده بسرعة اوريكو سبونسر فيديو النهاردة. منصة ويرميت هي منصة شبيهة جدا بالفيسبوك، وزي ما احنا شايفين ديت النيوز فيد او الصفحة الرئيسية. كمان هتلاقي عندك هنا كل حاجة، ما بين العاب، موفيز، ما بين وظائف، ما بين ماركت بليس، واعلانات ممولة. ولكن فين الاختلاف الموجود هنا على المنصة دي؟ انك تقدر تكسب منها فلوس زي ما هنشوف كده، بتاخد نقاط تتحول على المحفظة. طب النقاط دي بتجيلك ازاي؟ طبعا بتجيلك على حسب الاكتيفيتي او النشاط بتاعك، سواء لو انت بتعمل بوستات جديده، او بتكومنت على، او بتعمل تعليق على بوستات موجوده اصلا، او بتعمل رياكت، او لو حد عمل لك فولو، او لو بعت دعوه لاصحابك، بيتحوش عندك نقاط بتنزل عندك في الوالت او المحفظه. من هنا نقدر نشوف الوالت بتاعتنا، وطبعا الرصيد بيكون بالاسترليني. تقدر ان انت تعمل ارسال رصيد لاي حد من الاصدقاء الموجودين، او انك طبعا تسحب الرصيد على حسب وسائل الدفع المتاحه على المنصه، او انك تشوف الرصيد اللي جالك عن طريق الاحالات او الدعوات لاصحابك، او رصيد النقاط، او رصيد الفاندنج. مش كده بس، ده كمان لو دخلت على البروفايل بتاعك تقدر ان انت تكون من الاعضاء المميزين اللي بيظهروا على الصفحه الرئيسيه، وهوريها لكم طبعا في اخر الفيديو، وتكون فيريفايد يوزرز. عندك هنا باقات الاعضاء المميزين او باقات الموجوده على المنصه، وهي بالشكل اللي قدامنا ده، يوميه، اسبوعيه، شهريه، سنويه، واخيرا تقدر ان انت تجرب الباقه لمده 30 يوم، ولكن بامكانيات محدوده. وكمان زي ما قلت لكم تقدر تكون بريوزر على الصفحه الرئيسيه، ويكون لك صفحات برضو برو على الصفحه الرئيسيه. يلا كله يشير، هسيب لكم لينك الاشتراك على المنصه في الديسكريبشن اسفل الفيديو عشان كله يستفيد وكله يكسب فلوس. خلينا نرجع ونكمل. ودلوقتي اول حاجه هندخل على الديسكتوب زي ما احنا شايفين، وهنبحث عن منصه ايبك جيمز. كلنا طبعا عارفين منصه ايبك، وعملت كده عشان اثبت لكم ان ده على منصه ايبك مش في مكان تاني. فطبعا هي بتلود معانا زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. ودلوقتي مفروض هندخل على اللايبراري بتاعتنا علشان نشوف ايه اللي موجود طبعا عندنا. طبعا اللايبراري هي الالعاب اللي موجودة عندك في مكتبتك، مش الالعاب اللي على المنصة عموما، يعني اللي حصلنا عليها الفترات اللي فاتت. فزي ما احنا شايفين طبعا هو هنا عامل فلتر للالعاب. دلوقتي هنشيل الفلتر بالشكل ده كده. خلينا بقى كده نتصفح الالعاب اللي عندي. اول حاجه طبعا تحت خالص هلاقي ان بيقول لي ان انا عندي كذا صفحه، فخلينا نخليها اول علشان كل حاجه تكون طبعا مفتوحه قدامنا وجاهزه. طبعا زي ما احنا شايفين كده دلوقتي عشان اتكلم عنهم لعبه لعبه طبعا عايزين وقت كبير. عندي زي ما احنا شايفين الالعاب التقيله هي اللي هتكلم عنها، وطبعا انتوا شايفين كل حاجه قدامكم. طبعا اللعبه دي اسمها اللي هي ابليج تيل تقريبا، ناس كتير عارفاها. لعبه توتال وور ساجا اللي هي تقريبا تروي، ايوه هي مظبوط. عندي طبعا لعبه لو هنقول امونج اس، تقريبا بقت فري على طول، تخيل ان دي اوريجينال عندك. عندك ارك سيرفايفل، ارك سيرفايفل هي لعبه يعني اوبن وورلد رهيبه جدا جدا جدا. بالمناسبه الفيديو عشان ما يطولش انا هخلي ان شاء الله، لو حابين وضحوا لي في الكومنتس ان شاء الله يكون في جزء تاني من الفيديو عشان الكلام كتير. بعد كده عندي هنا لو نزلنا شويه بحاول ادور على الالعاب التقيله. طبعا كانت نازله باتل فيلد 2042 اللي قدامنا اللي هي الاوبن بيتا، مش عارف لسه موجوده ولا لا. بعد كده عندي بايو شوك الكوليكشن كامله، بايو شوك 2 ريماسترد، بايو شوك انفينيتي،
اللي قدامي او انفينيت تقريبا، وبايو شوك تاني برضو ريماستر بس وان. طيب بعد كده عندي لعبة بلير ويتش، لعبة تقيلة جدا جدا جدا، نقدر نقول ان هي لعبة مرعبة، انا مش هخش في تفاصيل كل لعبة. بعد كده عندي بوردر لاندز 2 3، اللعبتين دول جامدين جدا، واللي ما لعبهمش فايته نص عمره. بعد كده عندي بوردر لاند برضو اهيت 1، لعبة براذرز لعبة حلوة جدا. بعد كده كار ميكانيك سيميليتر، الناس اللي بيحبوا العاب المحاكاة، هنا لعبة محاكي ميكانيكي السيارات. بعد كده عندي سيتيز سكاي لاين، اللعبة من اتقل العاب محاكاة بناء المدن، نقدر نقول كده زي لعبة سيم وورلد او سيم 3 تقريبا، حاجة زي كده، اللي بتبني بيها مدينة وبيجي لك داخل وبتبدأ تسكنها وما الى ذلك. بعد كده عندي لعبة كنترول، من اتقل اللعب ومن اجمد اللعب ومن اكتر اللعب اللي بتستنفذ من موارد البي سي بتاعك. بعد كده عندي لو نزلنا شوية هلاقي ايه تاني موجود، في العاب كتيرة جدا، ولكن انا بحاول اتكلم على الالعاب اللي تستاهل. لعبة ديستني 2 تقريبا اللي قدامنا ديت، لعبة دوم لعبة من الالعاب الجامدة جدا، ايه تاني زي ما احنا شايفين هنلاقي عندنا فول اوت، اهيت فول اوت 3، عندي فار كراي 3 وفار كراي 5 موجودين قدامي، لعبة فارمينج سيميليتر 19 للناس اللي غاوية طبعا ألعاب محاكاة المزارع. بعد كده الفوتبول مانجر 2020 اللي هي 2020. بعد كده هلاقي عندي لعبة لو نزلنا التقيلة، اتقل حاجة عندك مجانا على منصة ايبك والدنيا اتقلبت عليها، تقدروا تلاقوا كل الفيديوهات الخاصة بيها على قناة جراند ثيف اوتو 5 جي تي اي 5 او جاتا جاتا بيركا جاتا 5، من اتقل اللعب كانت نازلة فري بجد، ثانك يو ايبك. بعد كده لو نزلت هلاقي عندي هيتمان وهيتمان 3 الاثنين موجودين. عندي العاب ايه تاني، هلاقي عندي انسايد، من اتقل واروع واجمد الالعاب اللي ممكن تلعبها، لو ما لعبتهاش فاتك عمرك كله، لانها من الالعاب الشيقة والمثيرة جدا 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 انسايد. بعد كده لعبة انشور مانتيبل، برضو لعبة يعني لذيذة شوية، فيها ادفنجر فيها مغامرات هتتبسطوا منها جدا. بعد كده هلاقي عندي جراسيك وورلد، مفروض الفيرجن اللي هو الايفوليوشن ده، للناس اللي بتحب برضو محاكاة ديناصورات وحديقة الديناصورات وما الى ذلك، ناس كتير طبعا عارفاها. بعد كده عندي جاست كوز 4 من الالعاب المحترمة. بعد كده هلاقي عندي ايه تاني، بيقولوا لعبة كيلينج فلور 2 ممتازة قوي، نازلة العادية ونازلة البيتا. هلاقي عندي تاني لعبة لون موينج سيميليتر، اللي هي محاكي قص الحشائش في البيوت وكده، لعبة حلوة للناس اللي غاوية المحاكاة بس فيها ملل يعني شوية، بس حبيت اقول لكم. بعد كده هلاقي عندي لعبة مان ايتر، حلوة جدا للناس اللي غاوية الادفنجر والاستوري مود بتاع عالم الصيد وكده. بعد كده مترو 2033 ريدوكس ومترو لاست لايت ريدوكس، لعبتين جامدين جدا من لعبة مترو، انصحكم تجربوها. الكلام طبعا بس عشان نكون عارفين الناس اللي حصلت على الالعاب دي مجانا، الالعاب دي اوريجينال عشان ما حدش يقول لي انا هجيبها ازاي وبتاع، كانت نازله عروض من منصه ايبك، وان شاء الله في فيديوز تانية جايه برضو عن حاجات مماثله من نفس النوع. بعد كده عندي لعبة ماد رانر، لعبة ممتازة محاكية لعالم الشاحنات وعالم نقل السيارات وعالم الطينة والكلام ده، لعبة حلوة جدا، وكان نزل منها النسخة اللي بعدها المعدلة سنو رانر، ولكن عندنا هنا ماد رانر. سنو رانر موجودة فري في حتة تانية، ان شاء الله هنتكلم عنها قريب.
بعد كده عندي موجود هنا، لو بصينا على باقي الالعاب بحاول ادور على الالعاب التقيله، لعبه بي سي بيلدينج سيميليتر، الناس اللي بتحب التجميعات والكاستمايزيشن والكلام ده، تجميعات بتعلمك تركب جهاز، تجمع جهاز وما الى ذلك. بعد كده هلاقي عندي لعبه ريج 2، لعبه حلوه برضو. بعد كده هلاقي عندي لعبه توم برايدر او توم بريدر، اللي هي الرايز اوف ذا توم بريدر، اللي هي 20 يير، زي ما احنا شايفين لعبة جامدة جدا للناس اللي بتحب الادفنجر برضو، وخصوصا البنات. بعد كده عندي لعبة روكت ليج، اللعبة دي كانت نازلة زمان بفلوس وفجأة بقت فري للأبد، تقدروا تجيبوها من المنصة في أي وقت. بعد كده هلاقي عندي لعبة سينس رو ريماسترد، لعبة جميلة شبيهة شوية بوتش دوجز والحاجات دي، وجراند سيفد اوتو والكلام ده، جربوها برضو. بالمناسبة في وسط الموضوع كده، الناس اللي هتيجي تقول لي احصل عليهم ازاي، تاني بكرر دي كانت عروض وخلصت، ولكن بوريكو الثروة اللي حصلنا عليها من منصة ايبك، حاجة رهيبة. اي حد عايز يلعب اي لعبة من اي نوع واي كاتيجوري واي سن هتلاقيها عندك. اصلي ما تجيبش حاجة مكركة، انا ضد المكرك ومحدش يسألني عنه. بعد كده هلاقي عندي لعبة شادو اوف ذا توم ريدر، برضو موجودة فري على منصة ايبك، حاجة فوق الوهم. بعد كده عندي لعبة شادو تاكتيكس اللي قدامنا، اللي هي بليدز اوف ذا شوجن، لعبة حلوة برضو ناس كتير شكرت فيها. وبعد كده هلاقي عندي ايه تاني، بحاول اشوف الالعاب المهمة، سيفيلايزيشن اللي هي سيد ميرز تقريبا، سيفيلايزيشن ومعاها الادون بتاعتها اللي هي تقريبا 6، برضو موجودة فور فري، نزلت في عرض او في اوفر قبل كده. بعد كده العاب ايه تاني نقدر نقول، لعبة طبعا ستار وورز باتل فرونت 2، معرفش حلوة ولا لا، بس محبي ستار وورز موجودة. بعد كده عندي ستراندد ديب، لعبة محاكاة وسرفايفنج قوي، والبقاء على قيد الحياة وطيارة بتغرق، جو رهيب. بعد كده الاقي عندي لعبة ايه تاني، الفيديو هيطول يا رب نخلص، قربنا من حرف التي. هلاقي في العاب كتيرة، العاب اندي نقدر نقول يعني ناس هتحبها ولكن انا ما بتكلمش عنها. هلاقي لعبة دي التو كوليكشن رهيبة قوي قوي قوي، ادفنجر وموجودة على الموبايلز، بس تقريبا بقت بفلوس على الموبايلز. ايه تاني متاح عندي، لعبة دي لونج دارك حلوة قوي، ستوري مود رهيبة برضو، سيرفايفنج وبيحاول يجيب تقريبا دواء او لزوجته او بينتقم انها ماتت، مش متذكر ولكن لعبة حلوة. بعد كده هلاقي عندي دي هانتر كول اوف ذا وايلد، لعبة محاكاة لصيد الحيوانات، لعبة رهيبة قوي. بعد كده التوم بريدر جيم اوف ذا يير اديشن برضو موجودة زي ما احنا شايفين. ايه تاني، لعبة تراك مانيا، لعبة حلوة برضو، اندي جيم بس ممتازة، ناس كتير هتحبها. بعد كده ترين سيم وورلد 2، محبي القطارات، موجودة مجانا عشان ناس كتير قوي سألت على الموضوع دوت. بعد كده هلاقي عندي تروبيكو 5، لعبة برضو استراتيجي وتبني دولة وتحط قوانين وما إلى ذلك. بعد كده هلاقي ده أندريل إنجين، ده التوب، ده العظمة اللي يخليك تعمل ألعاب زي دي، وإن شاء الله لو حابين عرفوني في الكومنتس أعمل لكم عنه فيديو وأعمل تريننج وأدي كده ريفيوز عنه مبسطة. بعد كده هلاقي عندي لعبة ووتش دوج 1 ووتش دوج 2، نعم موجودة فري على منصة ايبك، نزلت حاليا مش هتلاقوا الحاجات دي، ولكن بوريكو قوة ايبك ليه، عشان تشتموني؟ لا طبعا، عشان تتابعوا اللي جاي، عشان ايبك ما بتبطلش مجانيات. بعد كده هلاقي عندي لعبة وولفنشتاين ذا نيو اوردر، لعبة رهيبة، اي حاجة من ذا وولفنشتاين فهي جامدة جدا.
بعد كده وورلد وور زي موجودة برضو نزلت فري من أفضل اللعب. خلاص خلصت. ده سريعا كده كان ريفيو ومشاركة للي اتكلمنا عنه قبل كده في جميع فيديوهاتنا في سلسلة أروع الألعاب الأوريجينال الأوفيشال المجانية. تقدروا تشوفوا السلسلة من علامة الآي اللي هتطلع فوق، واللي بيشوفنا لأول مرة تابعونا علشان فاتكو كتير، فأنا مش عايز يفوتكو أكتر، ويا ريت تشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد، واتمنى نوصل 300 لايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. تستنوني في مزيد من الفيديوز، وان شاء الله كده هنطور السيت اب على قد ما نقدر، نحاول نغير في حاجات كتير، ونشوفكم على خير. سلام.